والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا زميلي محمد عبد وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ الأسكندرية محمد الشريف توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين والهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية، ذلك لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا محلي الصنع. إلى البورصة المصرية وفيها وقد أنهت البورصة تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9539 نقطة مرتفعا بما نسبته 5.28% ليصل إلى مستوى 10043 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1868 نقطة مرتفعا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا عند 2748 نقطة مرتفعا بنسبة 3.18% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة. إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و6 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرشا للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و39 قرشا للشراء و19 جنيه و51 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيه و3 قروش للشراء و23 جنيه و17 قرش للبيع، وذلك بالنسبة للعملات العربية والتي وصل فيها الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و19 قرش للشراء و5 جنيهات و22 قرش للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و7 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش بالنسبة للبيع. حذرت روسيا واردات الذهب من روسيا أو حذرت سويسرا واردات الذهب من روسيا، وذلك على غرار الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في 21 من يوليو الماضي ضمن حزمة العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا. قال المجلس الفيدرالي في سويسرا إن حظر استيراد الذهب دخل حيز التنفيذ، وبموجب هذه العقوبات تحظر سويسرا شراء الذهب وما أنتج منه في روسيا أو استيراده أو نقله، وتضم سويسرا عدة مصانع لإعادة تدوير الذهب أو صهر السبائك. وصلنا معكم مشاهدين الكرام لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.